النسخة 27 من أمم إفريقيا التي أقيمت في أنغولا 2010 هي بطولة الشهد والدموع، فقد شهدت أحداثا متباينة. البداية عن طريق الأحداث المأساوية التي وقعت لمنتخب توغو الذي تعرض للاعتداء من قبل مسلحين، وهو ما حدث في 8 يناير عندما تعرضت حافلة المنتخب التوغولي للهجوم بواسطة مسلحين، وذلك أثناء عبورهم إلى مقاطعة كابندا في أنغولا، حيث يفترض بالفريق أن يخوض لقاءاته في المجموعة هناك في ملعب ناسونال شيزاي في كابندا. رافق المنتخب التوغولي في رحلته فريق سري مكون من 10 أشخاص في سيارتين قاموا بالرد على المعتدين، وهو ما منع الاعتداء أن يطال الجميع. لكن في النهاية فإن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص، هم المدرب المساعد إيميليت أبالو وماريو أودجوا قائد الحافلة وستان أوكولو الملحق الإعلامي الخاص بالمنتخب التوغولي، وأصيب آخرون منهم الحارس أوبايلي الذي أصابته رصاصة في ظهره واستقرت حالته بعد 3 أيام من الحادثة، اللاعب أكابو الذي أصيب برصاصتين وخضع لعملية جراحية تمت بنجاح. قرر لاعب المنتخب التوغولي أنهم لن يكملوا البطولة، حيث عبر بعض اللاعبين عن أنهم فقدوا الرغبة في المنافسة في البطولة من الأساس، وحاول أحد اللاعبين إقناع بقية المنتخبات في المجموعة بالانسحاب، لكن البعض أرادوا المشاركة تخليدا لذكرى أصدقائهم. لكن الحكومة التوغولية أصدرت أوامرها للاعبين بالعودة إلى الوطن، لأن المشاركة في البطولة الإفريقية تعتبر خطرا عليهم. بالفعل عادت البعثة إلى توغو مرة أخرى، وقرر الاتحاد الإفريقي استبعاد منتخب توغو من المشاركة في بطولة إفريقيا في البطولتين المقبلتين، وتم تغريم المنتخب التوغولي 50,000 دولار. أما الشهد فكان من نصيب الفراعنة الذين توجوا باللقب وحققوا العديد من الأرقام القياسية التي عبرت عن تفوق مصر على كافة المنتخبات، فهو إنجاز تاريخي سطرته مصر في أنغولا 2010 عندما حققت لقبها 3 على التوالي، لتصبح مصر أول منتخب يحقق 3 ألقاب متتالية. ومحطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالاشتراك مع غانا والكاميرون، جاءت مصر على رأس المجموعة 3 بصحبة نيجيريا وبنين وموزمبيق. الأرقام القياسية جاءت بالفوز 7 مرات في البطولة، وهو أول منتخب يحافظ على لقبه 3 دورات متتالية، وصاحب الرقم في المشاركة 22 منها 14 مشاركة متتالية. عصام الحضري والجمعة يحافظ على موقعهما في تشكيلة الأفضل للدورة 3، كما أن محمد ناجي جدو حصل على أشهر بديل في تاريخ البطولة بعد فوزه بلقب هداف الدورة.